اهلا مساء بحضرتك الهنا ومليون وفرصة مبروك يا النائبة. حبيبتي، مليون مبروك. شكرا ليكي ولذوقك. اشكرك وشكرا لكل سيده يعني شاطره وبتشتغل على نفسها. وخليني كده في الاول اعرف منك ايه كان شعورك بعد التكريم الجميل ده؟ والله الشعور جميل قوي، يعني برغم ان انا اتكرمت عالميا في اماكن كتير قوي على مستويات علميه كتيره، الا ان التكريم في بلدي ومن رئاسه الجمهوريه ومن سيد انتصار حرم الرئيس له يعني مزاج خاص وله صح. يعني نكهه مختلفه، تحس ايه بالخصم كده لان بلدك في حفاوه وفي اهتمام بالسيدات، فده كان بحد ذاته كان حاجه جميله قوي يعني، فممتنه لها قوي. رائع. وقولي لي كمان او احكي للناس كده يعني احكي لهم شويه عن طبيعه عملك. أنا أستاذ في الطب، كلية الطب جامعة القاهرة، ومتخصصة في الأشعة، وفي نفس الوقت أنا بعمل أشعة الآثار وخبيرة فيه من سنة 2004 إلى الآن، وده اللي بيخليني إن أنا بالإضافة إلى بخدم المرضى بخدم كمان آثارنا ومومياواتنا، وبساعد على يعني دراسة الحضارة المصرية، وبساعد على حفظ المومياوات والآثار بما نقدمه من الأبحاث العلمية، وكمان بستخدم يعني علمي ده في العرض المتحفي للمومياوات والآثار. فأنا كمان وزارة الآثار والسيد الوزير اختارني كعضوة في اللجنة العلمية للعرض المتحفي لمتحف الحضاره، بشارك مع زملائي في اللجنه في عرض المومياوات الملكيه وفي الطب في مصر القديمه اللي هيتفتح كل ده ان شاء الله قريبا جدا. طيب انت خليني بس اقول لك كده انه طبيعه العمل اللي انت حكيت لنا يعني عنها دلوقتي، طبيعه عمل يعني قد يكون لو اتقالت كده في الاول وهله ذكوريه الى حد ما، ولكن وجودك كسيده وتشتغل في هذه المهنة وهذا الاهتمام، وكمان الأجمل هو يعني توجه الدولة في النبش بقى كده عن القلق، السيدات اللي بتشتغل في حاجات مختلفة، السيدات اللي بتجتهد، السيدات اللي بتشتغل على نفسها، ده شايفاه ازاي؟ الأول أقول لك أنا السيدة الوحيدة في العالم اللي بشتغل المهنة ديت، لان يعني كمتخصصه وك يعني ومتخصصه في اشعه الاثار، وعلى المستوى العربي فانا اعتبر الوحيده يعني من الذكور والاناث. لان انا يعني ما شاء الله يعني انا دارسه لها ومتخصصه فيها. انا بالنسبه لي الدافع ليا واللي بيحركني هو كان غيرتي على 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 بلدي وعلى اثار بلدي. صح. لان البدايه كانت من 2004 في كندا وانا بدرس زماله الاشعه، اللي هي الطب بقى العاديه، فلقيت ان هناك الاجانب هم اللي بيعملوا الاشعه المقطعيه للمومياوات، وقلت لا انا مصريه وانا اولى باثار بلدي. فابتديت ان انا اتعلم وانخرط في يعني مع وزاره الاثار اللي استقبلتني بحفاوه من سنه 2006 والى الان بيتم في التعاون. فانا انا سعيده كمان ان يعني انا بقالي في مجال الطب يعني سنين، انا استاذه وفي نفس الوقت في مجال الطب او علم الاثار واشعه الاثار بقالي من 2004، الى ان انا سعيده بالالتفات لجهودي ولما أقدمه، فممتنة جدا لرئاسة الجمهورية، ممتنة جدا للجهات اللي هي رشحتني، في عدة جهات بفضل ربنا رشحوني حسب ما تقال يعني للتكريم ده، وممتنة كمان للسيدة انتصار السيسي لأنها يعني كان برضو يعني مقابلتها كان فيها عنصر كتير من يعني الدفع الشخصي للواحد ان هو يقدر يكمل. بالتاكيد يعني
تكريم اكيد غالي. وكمان احنا كمان بنشكر سيده انتصار السيسي ان هي يعني وضحت لنا كده وسلطت الضوء على عدد من السيدات المحترمات والمجتهدات كمان. دكتور سحر بشكرك شكرا جزيلا.